يا رب الايد اللي بتفوت وتصلي على النبي وتكتبها بايده، يا رب افتح عليه بركات السماوات والارض، يا رب وسع رزقه، يا رب وين موجه وجهه بمشارق الارض ومغاربها، يا رب اطرح البركه برزقه، اطرح البركه بماله، اطرح البركه بصحته، يا رب حقق كل امنيه عنده، كل ايد فاتت صلت على النبي وكتبها بايده وشهدت ايده عليه، يا رب تحرم جسده عن نار جهنم يا الله، والايد اللي نشرتها يا رب توسع الرزق عليه، يمسك التراب يقلب ذهب كل من نشر هذه الحلقه يا الله، يا رب هذه الدقيقه كل من نشرها يا رب انشر الرزق قدامه وانثر الرزق قدامه نثر يا الله، يا رب يا رب اجعله من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج، وارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، كل ايد فاتت وصلت على النبي اللهم اجعل في وجهه نور وفي قلبه نور حتى قيام الساعة يا الله، يا رب ببركة الصلاة على النبي حقق كل أمني، سلام عليكم.